السلام عليكم ورحمة الله إخوان. درسنا اليوم إن شاء الله هو الخطوات التي يجب أن أتبعها قبل عمل فورماتي الهاتف، يعني ماذا يجب أن أفعل قبل أن أقوم بضبط إعدادات المصنع للهاتف. يعني هناك خطوات لا بد بالقيام بها قبل عمل فورماتي للهاتف، يعني لجينا وفورماتينا التليفون بلا ما نوضعوا بعد خطوات، يعني غنطيحوا في الفخ ديال حماية جوجل. يعني هاد الهاتف يعني بطيء بعد الشيء، الهاتف صغير. يعني أول شيء إخواني الكرام هو إزالة جميع الحسابات المتواجدة بالهاتف، أذهب إلى الإعدادات 60 ثم إلى Account and Backup ثم إلى Manage Account ثم أقوم بإزالة جميع الحسابات، حساب جوجل Remove Account أوكي. سيطلب مني الموافقة هكذا Continue. إذا تمت إزالة حساب جوجل، أقوم بنفس الشيء لجميع الحسابات هنا Remove Account. واتساب شو نحيدوه. بعد مايكروسوفت 365 ماشي مشكل واخا يبقى، ولكن بقى واحد العملية أخرى اللي مهمة هي اللي أهم شيء. تابعوا معي نمشيو لأبوت أبوت فون الأخرانية، نمشيو Software Information Edit. ثم نضغطو على Build Number، نضغطو عليها ضغطات متكررة بحال هكا حتى يطلب منا هاد الشيما لأوافق. الآن أصبحت مطور، يعني ديفلوبر. ملي تصبح ديفلوبر ديك الساعة متخافش. دابا نديرو عملية الفورمات سواء بالطريقة ديال ليتوش بليوتو و الجزيرة ديال شغيل أو بالطريقة العادية هكذا مثلا. يعني حينما تصبح ديفلوبر كتزاد هاد الايقونة هنا ديفلوبر اوبشن. الان نمشيو
Generalmente, almeno un show set di orientalizzazione per palanzia. Factory data reset. إذا الإخوان ملي كن ملي كن ملي كنلقاو هاد الأكسيسيبيليتي هادي ملي كنلقاو في الواجهة يعني الهاتف ما كاينش فيه شي حماية ديال جوجل ولا يعني الأمور كلها مزيانة. نجربو نشوفو نديرو دي ماري سويرو نديرو إنياري pas copie suivant accepté. إذن ليست هناك أي حماية جوجل أو مود باس أو أي شيء آخر. إذا العملية تمت بنجاح إخوان الكرام، ليس هناك أي حماية جوجل أو شيء من هذا القبيل. نكون إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو إخوان الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.